السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصف. السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات ملكة. مرحبا بالنشدات معنا، مرحبا بهم والف مرحبا. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة، كنشكركم جزيل الشكر. كي دايرين مع الصهد هاد اليامات؟ كاين واحد الصهد فايت 42 هنايا عندنا، وربي يكون في عوان. جوج لتر ديال العصير بالحامضة وحدة وبالبرتقالة وحدة، جاء اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، وهو اللي غادي ينفعنا في هذا الصهد هذا، ومنعش ولذيذ وصحي، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم. يهمكم الامر خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا هذا العصير رائع. دابا خليكم معايا بلا ما نكثر عليكم باش نصوبوا هذا العصير منعش ولذيذ. المقادير ديال هذا العصير: حامضه واحده، البرتقاله وحده، جوج لتر ديال الماء يكون بارد، و 50 غرام ديال السكر. السكر كيبقى على حسب الذوق، تقدروا ديروا 100 غرام، تقدروا ديروا 200 غرام، تقدروا ما ديروه، يعني كل واحد والذوق ديالو. وصافي غادي ناخذ الحامض ديالي، كنقيه كنحيد ليه كاع الزرار، حيت هذوك الزرار الا خليناهم في العصير غادي يجي لينا مر وغيجي خايب. غنقطع الحامض ديالي الطرف الصغيرين، ومن بعد غادي نقطع حتى البرتقال، الا كانوا الزرار حتى في البرتقال كنحيدهم، وعاد غادي نطحنوا العصير ديالي. وبالنسبه لهذا العصير البرتقاله وحده والحامضه وحده كيخرجونا جوج لتر ديال العصير، يعني هذا تبارك الله اقتصادي والعصير منعش ولذيذ وبدون المواد الحافظه. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي عندنا البشره الجافه، واخا كنديروا المواد الطبيعيه البشره كتبقى ديما الجافه، خاصنا دائما البشره ديالنا كتكون محتجه حتى نغذيوها من الداخل، يعني ناكلوا التغذيه المتوازنه، نكثروا من الخضر ومن العواصير، يعني بحال هذا العصير هذا نقدروا نصوبوا يعني منه الكميه كثيره ونديروها في الثلاجه. كل ما كنبغيو نشربوا كنشربوا هذاك العصير، منه كنغذي منها كنغذيو البشره ديالنا وكنغذيو الجسد ديالنا، وفي نفس الوقت شي حاجه لذيذه. قطعت الحامض والبرتقال، غنديرهم دابا في مونينيكس. غنزيد السكر وغادي نزيد نص ديال الماء حتى كنطحن العصير مزيان، حيت الروبو ما غاديش يهز ليا جوج لتر ديال الماء العصير ديالي. ودابا غادي نصفيه، وهذوك القشور ديال البرتقال اللي غيشيطوا غادي نرجعوهم للكاس ديال مونينيكس، وغادي نزيد هذاك لتر ديال الماء اللي خلينا على الجنب. بدلت الصفايه حيت هذيك اللي كنت استعملت في الاول كانت صغيره، غتاخذ ليا بزاف ديال الوقت باش تصفي. صافي خديت هذه كبيره وكنعاونها بالمعلقه باش تصفى ليا دغيا. الشور ديال البرتقال والحامض اللي شاطوا في الصفايه عاود رجعتهم لمونينيكس، وغادي نعاود ندير هذاك لتر ديال الماء اللي كنت خليته في الاول، وغادي نعاود نطحن كل شيء. العصير ديالي ها هو عاود طحنته وغادي نصفيه. عاود صفيت العصير ديالي بحال هذاك ديال الاول، غادي نديرو في واحد الغرف ديال العصير كبير، حيت هو اللي غيهز ليا هاد جوج لتر. غادي ناخذ هذاك العصير اللي درت في الاول غادي نخلطوه مع العصير الثاني باش ندمجوا هاد المقادير كلهم مع بعضهم، وصافي كنبقى نقلب فيه حتى كيتخلط ليا مزيان باش يجي العصير زوين.
باش نزيد نغدي هاد العصير يكون صحي اكثر ويشبعنا ويكون يعني لذيذ اكثر. غادي تقولوا لي العصير ما كيشبعش، ولكن ملي كنديروا هاد الزرع، هاد الزرع كيتنفخوا، وملي كنشربوه كيتنفخوا في المعده وكيشبعنا. جربوها البنات وردوا عليا الاخبار. هاد الزرع هادو كاين دابا بزاف ديال الناس اللي كيتبعوا الحميه، يعني باش يضعفوا كيستعملوا بزاف هاد الزرع هادو، كيديروهم يعني في شلايد وفي العواصير وفي دانون. المهم سميتهم بالطليانيه ايسيمي ديتشيا، راني يعني وريت لكم البقيه باش تعرفوا، وبالعربيه وقيلة الخشخاش. خلطت الخشخاش ديالي مع الماء وخليته يتنفخ شويه، ودابا خديت العصير خويته في الكاس باش غادي نخلي البلاصه في هذاك الغرف كبير باش غادي نخوي الخشخاش. صافي ملي كنخوي الخشخاش في الغرف كنخلطوه مزيان بواحد المعلقه وتنقدموه بالصحه والراحه. واحد الكاس ديال العصير خليته بلا الخشخاش باش يبان لكم يعني كيفاش كيكون، والعصير ديالي بالخشخاش ها هو وجع اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر. هذا الخشخاش يعني كيخلي العصير ثقيل وخاطر، كل ما كتخليوه في الثلاجه كتلقاوه يعني ثقيل وخاطر، كيجي بحال الا درتو فيه لا جيلاتينه، كيجي اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر. دابا انا ما خليتوش يعني في الثلاجه حتى يختار، انا غير صوبته وقدمته بالصحه والراحه. والعصير ديالي بالبرتقال والحامض جاء اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، واهم يعني صحي 100%. الا ما درتوش فيه السكر غيكون يعني صحي اكثر، وتقدروا يعني تصوبوه ديروه في الثلاجه وديروه في الفريق، يعني كل ما يبغيو الوليدات دابا في هذه العطله هذه يشربوا من هذا العصير هذا. دا الا جربتوه عمركم ما غاديش تستغناو عليه، حسن من هذاك اللي كيتباع، ان هذاك اللي كيتباع عامر يعني بالمواد حافظه، والمواد حافظه ماشي الصحيين يعني ناكلوهم ولا نشربوهم ولا نعطيوهم للوليدات ديالنا. من الاحسن الوليدات ديالنا نولفوا ليهم ياكلوا الحاجه الصحيه ويشربوا الحاجه الصحيه اللي كنصوبوها في الدار، يعني نحاول نتنوعوا ليهم ونصوبوا ليهم في الدار باش ما يعشقوش الماكله ديال الزنقه اولا داكشي اللي كيتشرى. هذا هو العصير ديالي، كنتمنى يعجبكم، الى عجبكم ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجيد من مطبخي. الى بغيتوا تدخلوا معنا في الجروب ديال فيسبوك ولا ديال انستغرام غنخلي لكم الروابط لتحت. ما تنساوش تستناوني غدا ان شاء الله فيديو جديده، الى اللقاء. السلام عليكم ومرحبا بكم.